قدرنا قدرنا على هذه الأرض أن نكون أبطالا. فالبديل رضوخ واستعباد وفناء. أبطال كنا وأبطالا نبقى في مواجهة الدكتاتوريين الكيميائيين والإرهابيين. مهما فجروا مهما فجروا مهما فعلوا لا مكان لليأس بيننا، لا مكان للخوف عندنا. بك ننتصر، بك ننتصر. نحن أبناء الحياة والإيمان والرجاء والقيامة. عايشنا المخاطر والتحديات، واجهنا الشر والسوء والغدر والقهر، وها نحن اليوم هنا أقوياء صامدون لقضية الوجود الحر في هذا الشرق، مخلصون لكل أنواع المؤامرات والتهديدات، متربصون وحتى بلوغ النصر المبين، مستمرون مستمرون مستمرون. أهالي الشهداء، أهالي الشهداء، أيها الحضور الكريم، رفيقات رفاقي، أيها اللبنانيون، إن لبنان الذي حلمنا به سويا ليس في أفضل حال هذه الأيام. لبنان الذي أردناه أخضر مشرقا جاء من يسعى إلى تحويله أصفر يابسا. لبنان في أتعس أحواله هذه الأيام، فمؤسسات الدولة تعاني شللا شبه كامل، والاستحقاقات الدستورية ملغات حتى إشعار إلهي سوري آخر، والأمن سائب تنهشه فوضى السلاح والتفجيرات المتنقلة، والاقتصاد لا حياة فيه، والوضع المعيشي حدث ولا حرج. أجل لبنان في أتعس أيامه لأن بعض التعساء قبضوا على معظم مقدراته، وما من تعاسة مثل تحكم التعساء. لبنان في أصعب أيامه لأن حزبا مسلحا قرر نيابة عن بقية اللبنانيين وخلافا لإرادتهم مصادرة القرار الوطني والتصرف به على هواه داخليا وخارجيا، منغصا على اللبنانيين عيشهم في الداخل، مشرعا عليهم أبواب جهنم من الخارج. لبنان في أصعب أيامه لأن هذا الحزب بالذات قرر أن طريق فلسطين لا تمر عبر المؤسسات الدستورية ولا عبر أعلان بعبدة أو القرار 1701، وإنما تمر فوق إشلاء أهالي القصير وحلب وحمص وغوطة دمشق، بعدما جعلها تمر عبر شوارع بيروت وأزقتها وقرى الجبل ولبنان بأكمله. لبنان في أصعب أيامه لأن الكاتيوشا أصبحت رمزه الوطني، لم تستمر في سوق التداول الدموي فحسب، وإنما تبدلت وجهتها أيضا، فها أن القصر الجمهوري يصبح حيفا، ووزارة الدفاع الوطني ما بعد حيفا. لبنان في أتعس أيامه لأن البعض لم يكفه التعطيل والتفريغ والتخوين والتخييم والترهيب والفساد والصفقات والتزوير، حتى بلغ به التمادي حد تهديد لبنان الكيان، تهديد لبنان الكيان في توازناته، لبنان الوطن في دوره ورسالته، لبنان الدولة في مؤسساته ومقوماته. لبنان في أصعب أيامه أجل، لكن اللبنانيين في النهاية هم الغالبون. أيها اللبنانيون، لقد قرر حزب الله تغيير وجه لبنان المشاع، تيمنا بما هو حاصل في الجمهورية الإسلامية في إيران. إن استراتيجية حزب الله لتغيير وجه لبنان قائمة على قدم وساق منذ أمد بعيد، إلى أن تورط الحزب المباشر لمصلحة النظام في سوريا
عجل في سقوط آخر أوراق التين التي تلطّى حزب الله خلفها كل تلك السنين. لقد سقطت أوراق التين كلها ولن يبقى إلا ورقة تفاهم. ورقة تفاهم بيّنت الأيام ما كانت الغاية منها. إن تورط حزب الله في قمع الشعب السوري أدى إلى استعداء عشرات الدول ومئات الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين والرأي العام الدولي، وإلى تشويه سمعة لبنان والإضرار بمصالح اللبنانيين حول العالم، وإلى ضرب ركائز وأسس الدولة اللبنانية بحد ذاتها. إن تورط حزب الله في سوريا واحتكاره السلاح والسلطة في لبنان وانتهاكه الدستور ومخالفته القوانين ومعاكسته إرادة الشركاء في الوطن ضرب الصيغة ووضع الميثاق الوطني في مهب الريح، كما أدى إلى تهميش المواقع والمؤسسات الشرعية واحدة تلو الأخرى. فها هو موقع رئاسة الجمهورية يتعرض للتهميش بعدما تم نسف إعلان بعبدة واستطرادا مفهوم طاولة الحوار، وها هو موقع رئاسة الحكومة يتم تخطيه مرارا، خصوصا بعدما طعنت سياسة النائب النفس في الصميم، وها هي مؤسسة الجيش اللبناني تتحول في خطة حزب الله إلى مجرد مراقب لتحركاته العسكرية الضخمة بين لبنان وسوريا، بعيدا حتى من المعادلة التي لم نقبل بها يوما والمسمات معادلة جيش وشعب ومقاومة القائمة أساسا بوجه إسرائيل وليس الشعب السوري. ها هي اليوم كل المواقع الدستورية والمؤسسات العامة تطعن دفعة واحدة في الصميم بعد قرار الحزب بإقامة أمن ذاتي من خلال حواجز أمنية منتشرة في العديد من المناطق اللبنانية توقف المواطنين اللبنانيين وغير اللبنانيين والبعثات الدبلوماسية حتى تحقق معهم وتمارس عليهم حقا سياديا ليس لها انتزعته عنوة من الدولة. من اتخذ القرار بهذه الحواجز كما بذهاب الحزب إلى سوريا؟ ماذا تبقى من مفهوم استراتيجية دفاعية؟ ماذا تبقى من معادلة جيش وشعب ومقاومة بعدما تفرد الحزب بقراراته فتجاهل وجود الجيش وضرب عرض الحائط بإرادة الشعب؟ إن هذه المعادلة المسخ قد ماتت على يد حزب الله بالذات، أما نحن فتكفلنا منذ البداية بمراسم دفنها ووضع حجر كبير على قبرها. أيها اللبنانيون، في 26 نيسان 2005 انسحب جيش الأسد من أرضنا، لكن هيمنة بديلة حلت مكانه سريعا من خلال مصادرة القرار الوطني بطريقة أو بأخرى. إنها هيمنة منقحة ذات لبوس لبناني لا تشبه هيمنة نظام الأسد في الشكل، لكن المضمون واحد. إنها هيمنة تضع مقدرات لبنان في خدمة متطلبات النظام السوري وإيران. إنها هيمنة بثوب مقاومة، إنها مقاومة تحولت هيمنة. حتى لبنان الاقتصاد والصناعة والسياحة والقضاء والثقافة والفن كله واقع أيضا تحت تأثير هذه الهيمنة. فمعدل النمو تراجع في ظل حكومة القمصان السود إلى ما دون 2% بعدما كان يتراوح بين سنة 2005 و 2010 على الرغم من كل الاغتيالات والخضات الأمنية والحروب والاعتصامات وسبعة أيار إلى سبعة بين 7 و 9%. الصناعة والسياحة والثقافة إلى الوراء، ومهرجانات بعلبك مهجرة. أما القضاء فقد قضي على هيبته بعدم تمكينه من توقيف العديد من المطلوبين في قضايا كبيرة وخطيرة. أيها اللبنانيون، صحيح أن لبنان يعيش اليوم هذا الواقع المرير، لكن بعض القلاع لا تزال تقاوم وتصر على رفض هذا الواقع. وفي طليعة هذه القلاع قوى 14 أدار ورئاسة الجمهورية،
قوى 14 أدار ورئاسة الجمهورية وبعض المواقع في الإدارات العامة وأكثرية صامتة مغلوب على أمرها من اللبنانيين. إن صمود آخر قلاع المقاومة في لبنان منع الجمهورية اللبنانية من السقوط بالضربة القاضية، فتحية إلى المقاومة الحقيقية الفعلية، تحية إلى 14 أدار، وتحية إلى رئيس الجمهورية، تحية إلى الأكثرية الشعبية الصامتة، تحية إلى جميع الوطنيين والشرفاء والأحرار. هؤلاء هم أشرف الناس وأكثر الناس حرصاً على حياة الناس وممتلكات الناس ومستقبل أولادهم. أيها اللبنانيون، نحن نقاوم ومصممون أكثر وأكثر على مقاومة هذا الواقع بالشراسة نفسها التي قاومنا بها احتلالات سابقة. نقاومه وفي قلوبنا ذخيرة من تراب شهداء الأشرفي وإيمان مقاومي قنيط وزحلة وعين الرمانة، ومن إرادة أبطال عيون السيمان الذين تسمروا صقيعا تحت الثلوج من دون أن تخمد شعلة الإيمان في قلوبهم. نقاومه بإرادة شعب ثورة الأرز الذي دفع الشهيد تلو الشهيد ولم يتزحزح. نقاومه حتى النهاية ليعود القرار الوطني إلى الوطن والدولة والشعب. أيها اللبنانيون، إن الثورة تولد من رحم الأحزان والأوضاع الصعبة. هلموا من رحم آلامنا وأمننا المستباح واقتصادنا المنهار، نزكي شعلة ثورة الأرز من جديد. هلموا لإعلان حصون المقاومة الحق لثورة الأرز وتوسيع رقعتها. إن استرجاع قرارنا الوطني باب خلاصنا هو رهن بموقفكم وإرادتكم وتوقيكم لغد لبناني أفضل، فلا تتأخروا. أيها اللبنانيون، لا، لن يرحل. قد يستهدف بالصواريخ، قد يتعرض لحملات التخوين والتشكيك، قد يكون عرضة للابتزاز والترهيب، ولكن لا، رئيس الجمهورية لن يرحل. رئيس الجمهورية لن يرحل لأن برحيله رحيل للجمهورية، وهذا ما يريده البعض. من يريد لرئيس الجمهورية أن يرحل عليه هو أن يرحل. أما الجمهورية جمهورية بشير جميل وريني معوض ورفيق الحريري فباقية باقية باقية. إن من يريد لرئيس الجمهورية أن يرحل هو نفسه تماما من يخطط منذ الآن إما لوصول رئيس صوري للبنان في الانتخابات الرئاسية القادمة وإما لتعطيل الانتخابات. لن نقبل بتعطيل الانتخابات الرئاسية، لن نقبل بعد اليوم بأن تأتي انتخابات الرئاسة ثمرة صفقة إقليمية من هنا أو نتيجة مساومة سوداء من هناك. لن نكون هذه المرة مجرد لاعبين عاديين في انتخابات الرئاسة، بل سنضع نصب أعيننا إعادة رئاسة الجمهورية إلى وهجها. أيها اللبنانيون، إن الانتخابات الرئاسية هي المدخل الأساس لتحرير القرار الوطني، ولن نقبل بأن تكون استمراراً لمصادرته والتعايش القسري مع الأزمة. إن تفعيل موقع الرئاسة يتطلب منا كلبنانيين أن نحدد بوضوح مواصفات الرئيس العتيد. نريد رئيساً قوياً يعيد للجمهورية قوتها ورونقها. لا جمهورية قوية من دون رئيس قوي. نريد رئيسا تأتمنه ثورة الأرز على مبادئها. نريد رئيسا قائدا يجترح الحلول، لا رئيسا مديرا يدير الأزمة. ندير رئيسا يضمن وصول قارب الدولة والعدالة وأحدية وشرعية السلاح إلى شاطئ الأمان.
نريد رئيسا يفاوض ولا يساوم، يصالح ولا يقايد، يغامر ولا يقامر. نريد رئيسا ينقي المؤسسات الرسمية ويصلح ما أفسده دهر الوصاية. نريد رئيسا متجذرا في الأرض التي أنبتت سنابل ورجال، ويكون كلامه نعم نعم ولا لا. أيها اللبنانيون، أيها اللبنانيون، إن الحكومة التي نصب إليها اليوم بهالأيام أبو ملحميات كتير زادت، هي حكومة انسجام لا انفصام. وكأنه ما منتذكر بين يوم والتاني شو صار، كله نفس الدقة، حكومة واحد وحوانا احنا من بارح ما كنا فيها، وشفنا من 8 سنين لهلا لوين وصلنا. الحكومة التي نريدها هي حكومة انسجام لا انفصام، حكومة تعمير لا تدمير، حكومة تشغيل لا تعطيل، حكومة استقرار وبحبوحة وإصلاح، لا حكومة فساد وشلل وضياع. نريد حكومة وجوه جديدة وممارسات جديدة ودم جديد، تستنهض اللبنانيين وتستقطب رؤوس الأموال من جديد، وتفعل الصناعة والسياحة والتجارة والاقتصاد والخدمات. وقبل كل شيء نريد حكومة وطنية شعبية تحصر همومها بمعالجة شؤون اللبنانيين وشجونهم، لا بمحاربة الشياطين الكبار منهم والصغار، ولا بدعم نظام السجون والقبور وتوريط لبنان في صراعات المنطقة. لن نقبل بعد اليوم بأي حكومة، سواء كانت سياسية أو تكنوقراط، جامعة أو حيادية، حزبية أو غير حزبية، لا يشكل إعلان بعبدأ جوهر بيانها الوزاري. أما معادلة الجيش والشعب والمقاومة فأكل الدهر عليها في القصير، وشرب في غوطة دمشق من دماء النساء والأطفال. إن المطلوب اليوم هو ثلاثية الشعب والدولة والمؤسسات. أما الذين يتباكون على تراجع الدولة فيما هم متمترسون في صلب السلطة كليا منذ العام 2010 على الأقل، فإن دموعهم دموع تماسيح. لقد فشلوا في إدارة البلاد، ليس لأنهم فاشلون فقط، وإنما لأن مشروعهم بالأساس ليس الدولة والنظام والمؤسسات، وإنما الدويلة والفساد والسمسرات. لا حول ولا دولة في لبنان اليوم، لأن أصحاب مشروع الدويلة والميليشيا وحلفاؤهم نصبوا أنفسهم أمناء على مقدرات هذه الدولة. لا حول ولا دولة في لبنان اليوم، لأنه بكل بساطة حاميها حراميها، فلن نعيدن الكرة من جديد. على سبيل المثال للحصر، لم يفعلوا شيئا لضبط موجات النزوح المتتالية وهم في صلب السلطة منذ العام 2010، ويأتون اليوم بثياب الحملان يتبكون على مشكلات النازحين. إن هذه الاستعراضات الدعائية وحملات تحميل المسؤولية للآخرين، أي آخرين، التي يتقنها البعض، هي من العوامل الأساسية لتقهقر العمل الوزاري في لبنان، فلا نعيدن الكرة من جديد. يا شعب ثورة الأرز، أبطالا كنا ونبقى، لم نتراجع أمام محاور الشر في أوج قوتها وجبروتها، ولن نتراجع اليوم أمامها في زمن انحلالها وهبوطها. إذا كان القمع والاغتيال قد أرجعنا خطوة إلى الوراء، فإن الحرية والديمقراطية دحرت الطغاة والديكتاتوريين خطوات إلى الوراء. إذا كنا نشعر بأننا لسنا في أحسن أحوالنا، فأخصامنا في حالة موت سريري. إذا كنا نشعر بأننا مسمرون في أماكننا، فأخصامنا يغرقون في رمالهم الدموية المتحركة. صحيح أن مسلسل الاغتيالات أفقدنا كوكب من قياداتنا ورجال الفكر والمحركين لثورتنا، ولكن طالما أن أرحام أمهاتنا في لبنان ما زالت تلد أطفالا أحرار، فلا خوف على ثورتنا
لا خوف على لبنان. إن اغتيال رفاق لنا في ثورة الأرز وآخرهم الطالب الشاب المناضل هاشم السلمان ومحاولة اغتيال آخرين يثبت أن ثورتنا تقض مضاجعهم وأن طيفها يلاحقهم وسيستمر ويستمر ويستمر حتى إسقاطهم. أما أنت يا صديقي سعد الحريري، مسؤولية كبيرة أن أدعوك للعودة، لكني قطعا لن أدعوك للبقاء حيث أنت، لأن لبنان ورفاقك في ثورة الأرز اشتاقوا إليك بالفعل. يوما بعد يوم يزداد رهان اللبنانيين على تحالفنا، لأنهم يرون فيه إنقاذا لصيغة لبنان التنوع، لبنان الاعتدال، لبنان الحرية، لبنان التناغم مع عالمه العربي والمجتمع الدولي. إنما جمعته الحرية والنضال في سبيل هذا اللبنان لن تقوى على تفريقه لا مسافات جغرافية ولا محاولات إرهابية. أيها اللبنانيون، إن الكلام عن ثورة بيروت، ثورة الأرز، يأخذنا حكما إلى الكلام عن ربيع العرب. إن شباب سوريا ومصر واليمن وتونس وليبيا هم تكفيريون بالقدر نفسه الذي كان فيه شباب لبنان وشاباته تكفيريين عندما انطلقوا في ربيع بيروت. أن تطالب بالحرية والمساواة والعدالة فأنت بالنسبة للأنظمة الدكتاتورية تكفيري، سواء كنت مسلما، بوذيا، هندوسيا أو مسيحيا. أما إذا كنت تهلل وتصفق للطاغية فأنت بالنسبة له علماني، وطني، تقدمي، لا طائفي، سواء كنت من جماعة القاعدة أم من أنصار حزب الله. على الرغم من المآسي والصعوبات والعراقيل والأثمان كلها، نحن متمسكون بالربيع العربي أكثر من أي وقت مضى، لأننا متحسسون آلام الشعوب الثائرة ومتفهمون لقضايا الحرية والعدالة والمساواة التي يناضل الشباب العربي في سبيلها بغض النظر عما يشوب هذا النضال من شوائب. أيها اللبنانيون، إن المتطرفين والتكفيريين ليسوا من الربيع العربي بشيء، لأن مشروعهم العقائدي كان قائما وناشطا قبل بزوغ فجر الربيع العربي بعقود، ولأن هذا المشروع لا يعترف أصلا لا بالعروبة ولا بالربيع. إن الأنظمة الدكتاتورية تريد أن تضعنا بين خيار من اثنين، إما تكفيرية دينية أو تكفيرية دكتاتورية بغلاف علماني، ونحن ضد الاثنين معا. إن الصوت الطالباني والجزمة البعثية وجهان لعملة تدميرية رجعية واحدة. إن خيارنا هو لا الصوت الطالباني ولا الجزمة البعثية، بل الربيع العربي الذي فتح أمام الشعوب العربية آفاقا ديمقراطية عصرية جديدة خارج هذه الثنائية المتحجرة البائدة المدمرة التي ما زالت تتبادل الخدمات وتثير الدخان الأسود لتلويث أجواء الربيع وخنقه في مهده. في هذه المناسبة لا يسعني إلا إظهار كل مشاعر التعاطف والتقدير والاحترام تجاه تضحيات الشعب السوري الكبير الذي ما فتئ منذ سنتين ونصف يصارع بشجاعة فائقة أعتى طرق الإرهاب والترهيب والقتل والتدمير وصولا إلى الخنق والموت البطيء الجماعي بالأسلحة الكيميائية. إن الثورة السورية، وعلى الرغم من أثمانها الموجعة وعلى الرغم من الطفيليات التي نمت على هوامشها، هي محط أنظار جميع الطليعيين وأصحاب الرأي الحر في هذه المنطقة، وكل أمل بأن نتائج هذه الثورة ستكون على قدر تضحيات شعبها دولة سورية مدنية ديمقراطية تعددية تعيد سوريا مشعلا للثقافة والحضارة في هذه المنطقة
بعد أن حولها النظام الحالي إلى مصدر للموبقات والإرهاب والتطرف. إن الربيع العربي هو الصورة الباهية المتألقة التي ظهرتها ثورة الشباب المصري من خلال لقاء مفتي الأزهر وبابا الأقباط مع ممثلي الثورة المصرية لوضع خارطة طريق مشتركة لمسار الربيع المصري في مرحلته الثانية. إننا في هذه المناسبة نتوجه بالتحية إلى الشعب المصري آملين أن تتكلل مسيرته بالنجاح وأن تفضي إلى دستور جديد وانتخابات ديمقراطية فعلية في أقرب وقت ممكن. كما أغتنم هذه الفرصة لتقدير الدور الذي تلعبه في هذه المرحلة المملكة العربية السعودية ودول الخليج في تحمل مسؤولياتها تجاه شعوب المنطقة، وما يتميز به هذا الدور من اعتدال في مواجهة كل تطرف مثل الدور الذي لعبته دوما تجاه لبنان، فكانت السند والعضد لقيام الدولة والداعم للاستقرار فيه وصديقة رجال استقلاله الكبار من الرئيس كميل شمعون مرورا بالرئيس بشير جميل إلى الرئيس رفيق الحريري وحتى يومنا هذا. أيها المسيحيون المشرقيون، نحن نقدر تماما حجم الأهوال والمآسي التي تعانون وحجم التضحيات التي تبذلون. نحن نقدر معاناتكم، حتى رعاتكم وآباؤكم يخطفون، ولا يسعني في هذه المناسبة سوى إطلاق صرخة جديدة لفك أسر المطرانين بولس الياسجي ويوحنا إبراهيم والكهنة المخطوفين. ولكن وعلى الرغم من كل ذلك، اصمدوا في دياركم وأوطانكم. إن العواصف مهما اشتدت وتعاظمت لن تستطيع اقتلاعكم من أرضكم إلا إذا ضعفتم. إن عيشنا الأخطار والصعوبات هنا بقرب المسيح الحي خير لنا 1000 مرة من العيش بأمان في أي مكان. أيها المسيحيون المشرقيون، أن تعيشوا على هامش الثورات فذلك يعني أن تصبحوا خارج كل المعادلات. إن رسالتكم الحضارية والإنسانية والتاريخية والوطنية تحتم عليكم اليوم الانخراط في معركة الدفاع عن قضية الحرية والإنسان في هذا الشرق على الرغم من كل الفوضى التي تعم صفوف الثورة. إن مصالحكم الحيوية والمستقبلية في هذه المنطقة بالذات ليست مع زمر نفعية مفيوية زائلة، وإنما مع شعوب مستمرة وباقية. إن حمايتكم الفعلية لا تؤمنها أنظمة مفلسة، وإنما اعتمادكم على أنفسكم وحمل قضايا مجتمعاتكم جنبا إلى جنب مع إخوتكم في المواطنية. لا تكونوا شهود زور أو حتى متفرجين على ما يرتكب بحق الحرية والإنسان. إن المتفرج شيطان أخرس سرعان ما يلفظه التاريخ. إلى الإخوة في التيار الوطني الحر، الإخوة في التيار الوطني الحر، ليست نهاية العالم أن نكتشف عدم صوابية خياراتنا، بل نهاية العالم أن نستمر بها ولو عن غير قناعة. عودوا إلى حقيقتكم، تيار وطني سيادي حر، ولا تكملوا بعكس التيار. إن مكانكم الطبيعي هو بجانب الدولة الفعلية السيدة الحرة المستقلة الخالية من أي سلاح غير شرعي، وليس بجانب من يقودها. كونوا حراس ثورة الأرز بدلا من أن تكونوا أنصارا لحراس الثورة الإيرانية. اتركوا الكيماوي لأهل الكيماوي وعودوا أنتم إلى البرتقالي. اخرجوا من 7 أيار وعودوا إلى 7 آب.
عودوا إلى دفع 7 آب بدل البقاء في صقيع 6 شباط. أما أنتم رفيقات رفاقي في القوات اللبنانية فثغور الشهداء باسمة هذه السنة أيضا على الرغم من كل ما يحيط بنا، ذلك لأن مسيرتهم عادت إلى المسيرة، ولأن المسيرة عادت إلى مسيرتها سالمة. من أجل المسيرة سقط الشهداء، ووفاء للشهداء أعدنا المسيرة، ووفاء للشهداء وللقضية سنعيد ما بعد المسيرة. أيها اللبنانيون، إن القوات اليوم بألف خير، منظمة متراصة تعمل كخلية نحل تحضيرا لمستقبل أفضل. لقد أنجزت نظاما داخليا متطورا يلاقي ربيع الحرية في لبنان والمنطقة، وتحولت حزبا عصريا رائدا، وها هي تستقبل اليوم آلاف المنتسبين، فكونوا أنتم أيضا منهم. القوات بألف خير لأنه لا يصح إلا الصحيح، من يزرع العمل الدؤوب والصدق والتضحية يحصد ألف خير وخير. وفي النهاية ومهما كان نوع التطورات المتسارعة وحجمها، ومهما كانت التحديات المستجدة والأحداث المرتقبة، ومهما كانت التفجيرات مؤلمة في الرويس وطرابلس العزيزة، ومهما تنوعت حلقات مسلسل مملوك سماحة المرعبة، ومهما كان حجم التخويف والترهيب كبيرا، ابقوا صامدين وكونوا واثقين. أبطالا كنا وأبطالا على العهد نبقى، إن كل شهيد من رفاقنا وقع لنا بدمه وكالة للدفاع عن الحرية ولبنان غير قابلة للعزل، ونحن على الوكالة أمناء. أبطالا نبقى ونستمر، في ساحات البطولة الفعلية حيث لا يجرؤ الآخرون. أبطال بوجه الصعاب، لا نتزحزح، وأمام الضربات لا نترنح. كن بطلا من الأبطال، كن واحدا منا. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عاشت ثورة الأرض، عاشت قوات لبنانية، يحيى لبنان. دقات قلوب الأبطال.